السائل بيقول هل يجوز قراءة القرآن في العزاء؟ أول المهم كلمة شكل العزاء. إذا كان بيقصد إنه قراءة القرآن وهبة هذه القراءة للميت فدي ما ثبتت يا إخواننا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان إذا مات ما بيقرأ له القرآن ويوهب ثواب القراءة للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر أمي، أمه اتوفت، فقال ما بقي من برها، يعني أعمل لها شنو من العمل يكون برا لها ويكون أجرا لها في قبرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لها. نمرة واحد تدعو الميت ده، لو كان أمك ولا أبوك ولا غيره من قرابتك وأصدقائك، الشيء الأول أنت بتقدمه للميت بتدعو له ربنا سبحانه وتعالى، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته إلى آخر الأدعية الطيبة. بعدين قال والاستغفار لها، يعني تستغفر لهذا الميت من ذنوبه. قال وبر الصديق أو الرحم الذي لا يوصل إلا بهما، يعني بالوالدين الموتى انت بعد ذاك بتصل الرحم وتصل الصديق. قال والصدقة عنهما، يعني انت لو داير عمل صالح يصل للميت ابوك امك صديقك اي حاجة تمام، انت تعمل له صدقة، تبني مسجد ما بتقدر، تبني لك مثلا بيارة بتاعت موية تحفرها، تعمل سبيل بتاع ماء، تشتري مصاحف تخطها في المسجد، تجيب فرشات للجامع، أي عمل من أعمال الخير من الصدقات الجارية، الجارية معناها متجددة النفع. يعني أنت لو جبت وليمة عملت لك عصيدة أكلت الجماعة شبعوا فاتوا، دي اسمها صدقة لكن ما جارية ما انتهت. لكن لما تعمل سبيل بتاع موية الناس بتشرب منه يومي، ده يعتبر من الصدقة الجارية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، صدقة جارية هل قلنا دي، أو علم ينتفع به، يكون علم عندك علم بينفعك، يعني علمت الأمة دي علم، إذا أنت معلم علمت الناس دراسات إسلامية في المدارس، أو أنت شيخ بتاع جامع بتفقه الناس في الدين، أو أنت داعية بتعلم الناس في حلقات زي دي وفي غيرها، أو أنت معلم قرآن، ده كله من العلم الذي ينتفع به. وبالمقابل أنت تحذر من العلم الذي يضر، في علم برضه بكون ما شغال، أنت ميت هو شغال العلم بتاعك، وده علم فاسد. أنت لو علمت الناس العقيدة الخربانة زي القصائد اللي بتسمعوا فيها دي، يقول لك في التلت ناديهم قوم وصيح بهم وابقى منهم وليم وخلي الحمالة عليهم، دي بتبقى لك بعدين سيئات جارية. كل ما واحد مدح القصيدة دي ورقص فيها انت بيكتبوا لك دي سيئات جارية. عشان كده الإنسان بيحرص على العلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أي علم، قال علم ينتفع به. لكن باقي لك علم ناسبوك الشيخ ده بينتفع به ولا بضر؟ ده بضر ما بينتفع به. وبالتالي يبقى اخواننا ده كله من الاعمال اللي بتنفع الميت. اما قراءة القرآن فلم ترد اصلا في نص لا من قرآن ولا من سنة. عشان كده انت الميت ما تقعد زي جماعة يقول لك اعمل له ختمة، بيقوم بيجيبوا مجموعة من قراء القرآن يقول لهم اقروا، بعد ما ينتهي يعمل لهم زلابية وبليلة ياكلوه ويفوتوا، يقول لك طبعا دي وهبناها لفلان الميت ذاك، وهبتها له وانت على كيفك، انت بتهب ساي، انت ما بتهب الا الحاجه اللي بتضمن انها بتمشي، ما بتهب الدين ده يا اخواننا ما بمزاجك. يعني هسه انت لو جيت يوم القيامه قلت انا عندي قران قريته لامي دي
وامي سالتها قالت ما وصلني. انت بعدين حد تقول لهم ما وصل ليه؟ عطيت غلط يعني ولا شنو؟ ما هو ما قال، قال لك منو بيصل ذاته؟ انت لابد تثبت انه بيصل، بعد ذاك ثاني انت تمشي تقرا القران. طيب قال السائل قال تقول الايه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الا من ارتضى من رسول الى اخره. السؤال ما هو الغيب الذي ارتضاه الله للرسل في اخر الايه؟ هي طبعا الايه لعله التبست على الكاتب السؤال. الايتين مختلفتين، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. هذه ايه سوره النمل، دي ما عندها علاقه باخر الايه. اما الايه اللي تكلم عنها السائل في الاخر وهي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. العلم بتاع الغيب اللي ربنا اختص به الرسل ما كل الغيب، عشان ما انت تتغشى يغشوك الصوفيه، ما كل الغيب يعني ما في رسول من الرسل بيعلم الغيب كله ابدا، انما ربنا بعلمه اشياء من علم الغيب. افهم دي، اشياء معينه من علم الغيب. لماذا؟ لانه رساله الرسل لا تتم الا بالاخبار عن الغيب. الرسول ده مش بيجيك بيقول لك انت اعمل الصالحات عشان تخش الجنه وما تعمل السيئات عشان تدخل النار، مش بيقول لك المعلوم. ما دعوه الرسل كلها مبنيه على الامرين ديل؟ شنو اللي بيدخل الجنه عشان تعمله، وشنو اللي بينغزك من النار عشان تخليه؟ دي دعوه الرسل قائمه على الامر ده، زي ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الجنه دي كيف وشكلها شنو وفيها شنو؟ ده غيب ولا ما غيب يا اخواننا؟ فيكم واحد شافها قبل كده؟ جابوها في التلفزيون؟ حضرتوها في مسلسل الجنه دي لاقتكم؟ ما حد شافها. طيب من الذي يكلمنا عن الجنه والنار؟ بيكلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والجنه غيب، لكن ربنا بعلمه شيئا من هذا، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري قال عليه الصلاه والسلام اريت الجنه. شافها انت؟ ما شفناه ولا واحد فيكم شافه ما في. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اريت الجنه، ده يكلمك عن غيب بالنسبه لك انت، ده غيب كله. قال فتناولت منها عنقودا، يعني من عنب، عنقود دار يشيله كده. قال لو اصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. بالله شوف الجنه دي فيها شغل كيف. انت عليك الا تضيعها بمدحه سرتي حرتي سرتي بتاع شنو؟ انت بتضيع جنه زي دي؟ قال عنقود ده واحد بتاع عنب ياكلوا منه اهل الارض كلهم. قال لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بتكملوا ليوم القيامه. قال واريت النار فلم ارى منظرا قط افظع، منظر اقبح من ده قال ما لاقاني اصلا من جهنم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك عن الغيب، وبالتالي الغيب اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه للأنبياء ده جزء من علم الغيب، لكن هل علمهم علم الله كله؟ لا 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 لا، ده ما في. أرجع لصورة لقمان، ما القرآن ما بيتعارض يا أخوانا. الزول بيجي بيقول لك لا لا عندي آية فيها إنه النبي بيعلم الغيب، وطيب في آية ثانية ما بيعلم الغيب إلا الله، يعني القرآن بيتعارض ولا شنو؟ ما بيتعارض. عشان كده انت عشان تجمع بين الايتين تفهم انه اللي فيها ربنا بعلم الرسل بيعلمهم اشياء معينه، اشياء معينه، كما جاء في الحديث، حديث صحيح. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اخبرني عن خير البقاع وشر البقاع. ده مش سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اخبرني افضل البقاع وين وشر البقاع هي شنو؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعني حتى أسأل أخي جبريل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة دي ما كانت عنده، عشان كده ده مما يدلك على انه الرسل ما بيعلموا كل حاجة. قال له خلينا أسأل جبريل. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله
عن خير البقاع وشر البقاع. قال له دعني حتى أسأل ربي عز وجل. فصعد جبريل إلى الله تبارك وتعالى ثم نزل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، بيوت الله دي خير البقاع. قال: وشر البقاع الأسواق، السوق ده أكعب محل. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أول داخل على السوق ولا أول خارج منه. ما تخش أول زول السوق، خلي الجماعة يخشوا في الأول، خليك بعيد، شر البقاع ده، فهمت؟ خلي الناس يخشوا في الأول بعدين خش أنت، وما تمرق آخر زول. شوف الأشياء دي عندها حكم نحن ما بنعلمها، دي حكمة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، دي أنت ما بتعرفها، لكن من الأشياء اللي بنعرفها نحن ساي كده. أنت هسه لو مرقت آخر زول من السوق وشايل ما تعرف قروشك ومارق آخر زول، السوق بقى فاضي، ممكن يلموا فيك رباطة بينك البتوليك بينجموك. عشان كده أنت لما تسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون آخر مارق من السوق ولا أول داخل إليه على أي حال. نرجع للكلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الغيب كله، لقول الله تبارك وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. السؤال ده موجه للرسل، ربنا بيسألهم، قل لهم ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فكده انت بتكون فهمت انه الايه ما زي الفهم الصوفيه. الصوفيه يقول لك بيعلم اي حاجه، الرسول بيعلمها. يا اخي انت مستهبل، ما بيعلم اي حاجه يا اخي، الله يهديك، ما بيعلم كل شيء. وطبعا الصوفي هو ما داير موضوع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم اي حاجه، ده ما موضوعه ودي ما قضيته. حتى هسه لو قلنا له يا صوفي، قول لك قولها اتفقنا معاك، النبي بيعلم الغيب، هاي بيعلم، ها في شنو؟ يقول لك وابوي الشيخ برضه، ابوك الشيخ اتدخلوا شنو هنا؟ انت مش قلت النبي؟ النبي هذا يعلم الغيب، طيب النبي وين هسه؟ انتقل الى الرفيق الاعلى، طيب ها موضوعك شنو انت بالضبط؟ ثاني موضوعك معانا شنو؟ يقول لك يعني ابوي الشيخ ما بيعلم؟ طيب احنا ما بنجي بيك قلنا النبي براو. كله عشان تعرف انه داري يوصلك لابوي الشيخ، وفي النهايه داري يوصلك لشنو؟ لما يروح لك موبايل يقول لك راح 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 وين؟ راح للشيخ بيجيب الرايحه. انت مش تدفع البياض وابوك الشيخ ما فك لك السمساره دي، ما سمساره شغالين في السوق، الحيران وست الودع كلهم دي السمساره شغالين مع الشيخ، ده قاعد هناك وبلقط البياض، ده انت تدفع ويقول لك الموبايل بتاعك ايوه بركات هاي بيرجع شيل لك الفاتحه كده وتعرف ودخان، كله كلام فارغ صاير. طيب سائل يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن عافيتك ومن عافيتك. هو كاتب غلط. طيب قال ما معنى المهم، لو بيقصد معنى الحديث كن في الدنيا كأنك غريب، يعني الدنيا دي ما تطمئن لها، ما تطمئن وتستغل خلاص، وانا عملت بيت بيجاي وبعد شوية عرست ثلاثة نسوان وبعد شوية دار اسوي كذا، ما تطمئن لها تماما، لأن الدنيا دي ممكن تفوت في أي وقت، في أي وقت الدنيا ممكن تفوت منك. وبالتالي اعمل لدنياك كما قال أحد الحكماء: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت الآن. أنت بس كده اشتغل للآخرة دي، بعدين الدنيا لو شغالة دي ما هي موضوع تاني، لكن اشتغل نجد آخرتك دي، وآخرتك نجدها بالعقيدة. أكما عندك عقيدة ما تمشي تقول لي والله أنا زاهد في الدنيا مولانا، الدنيا دي والله زاهدين فيها زهد بس قرضة، بس بناكل القرض ده، والليل ده كله شايلينه بالسبحة، صار الليل للقرض قرش لا لوب وفرش. انت اللي قال لك كل قرض منو، واللي قال لك فرش لك لا لوب بالليل منوزات، ما تعمل فيها زاهد وتضيع عقيدتك، ده زهد، ده زهد بتاع تماسيح كذابين،
الشيخ يقول لك ده شفت، يقول لك ابويا الشيخ ده بس قرضه في اليوم، مع القرضه دي شايل الليل ده كله بالسبحه. انت تخش على الشيخ تلقاه السرير ما شايله قدر ده. يا ناس في قرضه تبقي لازم القدر كده، انتوا ما بتخافوا الله؟ لكن بيغش عليك يقول لك قرضه. انت تمرق بها جاي فهمت، بيجيبوا له ود الصينيه والحيران برا يقول لك الفته متوم حمتنا النوم. الفته دي اللحم بتاعها اكله منو؟ بس اسال نفسك سؤال، الفته اللي اكلتها انت كحوار مسيخه ساعه اكلتها وفته، اللحم بتاعها منو؟ ده ضرب الشيخ قبيل ويجي يقول لك قرضه. قال قرضه بتاع الشيخ تغشنا احنا؟ طيب قال ما حكم قول بعض المشايخ في مسائل علميه الله ورسوله اعلم، هل هذا جائز ام لا؟ المسائل يا اخواننا لو كانت شرعيه، يعني مساله في الفقه في الدين، تفسير في الفقه في الحديث في علوم الشرع، ممكن تقول الله ورسوله اعلم، ما في مشكله. يعني مساله شرعيه، لانه ما في مساله في الشرع النبي ما بيعلم بها، ولا في؟ في دين النبي ما بعرفه؟ ده دين وين ده ذاته؟ ما في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما بعرفه. فانت مساله شرعيه ممكن تقول الله ورسوله اعلم. اما مساله من مسائل الدنيا، لو جيت سالتك الليله قلت لك البلح بكم؟ تقول لي الله ورسوله اعلم؟ الرسول ما اعلم بسعر البلح بتاع الليله. سعر البلح الليله الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعلم به، لكن تقول الله اعلم. اذا لو مساله دينيه قول الله ورسوله اعلم، ولو مسألة دنيوية من الأشياء اللي حدثت الليلة في الدنيا تقول الله أعلم فقط، عشان تكون عباراتك مضبوطة. طيب الله ده أنا ما قادر أقرأه. قال ليه على عثمان يمشي السكينة ويقعد معه؟ ما فهمت ده. يقول له أحد الرجال يقول إن مصافحة النساء ليس بحرام ولا يوجد دليل، ويقسم بالله على عدم حرمة المصافحة. يقسم بالله على شنو؟ يقول ما عارف ساي، يقول بدخل بودي يحلف على حاجة زي دي شنو ذاته أصلا. المصافحة النساء ما بتجوز يا إخواننا، ما بتجوز إلا إذا كانت المرأة محرم لك، المحارم اللي هم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ديل محرمات من النساء، أمك عمتك خالتك تمام، بنت أخوك بنت أختك، ديل اللي ما بجوز لك تتزوجهم، ديل محارم بجوز تصافحهم وتسافر معاهم، تختلف الواحدة يعني ممكن تسافر معاه، بتاخدك مسافرة السعودية ممكن تسوق توديها السعودية وتجراجع، ديل بجوز ليك تصافحهم ما في مشكلة. أما أي امرأة ما من المحارم ما بجوز ليك مصافحتها بيدك، لما جاء عن معقل ابن يسار رضي الله عنه في معجم الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط في ام راسه. تتخيل معي انت بتعرف المسله اللي بخيطوا بها شوالات الخيش؟ اتخيل بدقوا لك مسله في راسك، يدقوا لك تي تي في راسك فوق. قال خير له من ان يمس امراه لا تحل له، ما بجوز لك. ما يجي واحد يقول لك لا لا يا مولانا يمس دي ما معناه يلمس، يعني يمس معناه جماع، ده داري غشك قال لك كده. ده في مس المس ده هسه لو قال لك ما تلمس الحديده ديك معناها ما تجامع الحديده، يعني في ذول بيجاملها حديده من الله خلقت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال عن في الجمعه قال ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. مس الحصى معناه شنو؟ مش هبش لو هبش الحصحاص؟ يعني مس الحصى بكون جامع لها حصحاصه؟ دي تلاقتك قبل كده؟ لكن طبعا يا جماعه بيتفلسفوا، الواحد الدائري يمشي قابض الحريم وكده يقول لك لا لا يا مولانا المس معناه الجماع، لا لا اللمس ده اللمس ده الواحد ده
عشان كده السيدة عائشة قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. ده تفسير الحديث ذاته، انه اليد ما تمس النساء. وبعدين ما في جفول، واحد يقول لك خلاص بعد ما قطعت علاقتنا بالمشايخ درت تقطع ارحامنا كمان؟ قال لك قطع ارحامك منو؟ ما تقطع رحمك يا اخي، مش بنات عمك، امشي زورهم وسلم عليهم من بعيد السلام، مش المصافحه، السلام ده من بعيد، سلام سلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ واسالهم عن حالهم، ما في مشكله في الكلام ده. كونك تزور ارحامك، كونك انت تسلم عليهم من بعيد، ما في مشكله. لكن المشكله تلقى الواحد خش على بنت عمه بيصفق لحد ما خش جوا جنب المطبخ، عامل فيها الواد بيستاذن يعني، وبصفق وجنب المطبخ، توف داخل على جوا، هي بتسوي تطبخ جوا في المطبخ داخل، وسلامات وسلام بالحضن. يا ناس ده كلام فارغ، ده يا ناس ده كلام فارغ. وهسه المصافحة دي انت ما شفتها في الجامعات، بقت مصارعة عديل، مش مصافحة، مصارعة. والله انا مرات بشوف في عيني يعني، الكلام ده ما قالوا لي ولا حكى لي زول. قدامك بتشوف البيت جاي من هناك والولد جاي بجاي. وين يا فلان؟ وكوفة خاشين. بالحضن، والله حضن انت ذلك ما بتسلم زي ده. دي بيت مع ولد. وحدات غولات كم واحدة اسمها لوت لوت في ظهر الولد. يا ناس في شنو؟ في شنو؟ لكن الشغلة جاية طاعة الله المستعان. طيب السؤال ده شكله طويل والصلاة قربت، نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.